الغناصين قالوا مجهولين. لا حبيبي، الغناصين ربع الخرسان وربع العصان هذول، وربع فيلق بدر وربع حزب الله هذول، وذولا لا تحاسبونهم، بس حاسبوا اول واحد يدوا على عمار الحكم، ثاني واحد على الخرساني. قل منين جيتنا انت؟ حتى الخرساني يعني مو اسم ناطق عراقي، اسم ايراني. هذول ثاني واحد هذول، وربع المالك حزب الله هم جماعه قطول هذول الى مو القضاء الاعلى ينزلونه ويتحاسب. ما حد يحاسبهم حبيبي، ذولا الى القضاء الاعلى وياهم متساوي، في خاف من عندهم، ذولا هم راس القباية. حاسب القضاء الأعلى وحاسب عمار الحكيم وحاسب الخرسان وحاسب المالكي وحاسب الباع الموصل. أول واحد المالكي ترى، والله أول تفجير بالعراق المالكي وغاسم سليماني، أول تفجير بالعراق زرعوه، وأول طائفية بالعراق هم ذولا. ها الخرسان هو العصائب اللي ينجد يقول مو انا وهاي، لا ذولا هم ما يقدرون يحاسبون، هم طول هم اعلى من القضاء، هسه هم اعلى من القضاء. بس ان شاء الله بحيل الله واهل البيت واحد واحد ينكشفون، وان شاء الله ينذلون كل واحد ذل. دم عراقي طاح على الساحه ينذل، والله ما تاريخ مشهود، ذولا ما حد يقدر، لان هم اهل السلطه هسه ما يقدرون. حتى القضاء الاعلى يودع على ذولا اللي يقتلون الروس الكبار، يودع عليهم ما يقدر يحاسبهم، بس يحاسبهم يقتلونه من الصبح. هذا القضاء متساوق وياهم، يعني القضاء الاعلى وياهم هسه ما يقدر ياخذ اجراءات ضد. والله هاي عب كلمتي، هذول اللي جونا ماكم غير جناسي، هذول كلهم ما ميتين على الشعب، ولاعتهم ذره ولاعتهم شارب يرفع يشوف له طفل يجدي، لو يشوف له مرأة بالشارع يجدي، ما عندهم شارب يرفع. ما طول عايش مو بالعراق، كل واحد جنسيته مو عراقية، جنسيتين ثلاثة هذول ما عندهم كرامة. ومع الأسف الشعب العراقي بالانتخابات الأولى بال 2003 حطاهم على الكراسي. أنا ما أقول بس غلط بيهم، لا غلط بالشعب العراقي، من قالوا له هاي المرجعية من إجوا قالوا هاي ما ينتخب هاي حرام على المرته، لكن للعالم التفت وراهم وصفق لهم لبيك يا شيعة، وهم أهل الآنة وانتخبوهم وسووهم رؤساء ونساء. الشعب العراقي واحد واحد، لا عندهم غيرة على الشعب، ولا عندهم حمية، ولا عندهم إحساس. إذا واحد ما عنده غيرة وإحساس، لأن ما عايش بالوطن، ما عايش ظروف الوطن صاير. والله لو ظل طفل واحد، إحنا أنا أحكي لك بجاه الشعب العراقي، إن شاء الله العراق منصور. كل أزمة العراق صبر صبر أيوه، والله لو يظل طفل واحد هم يدافع على الوطن، ولو يظل طفل واحد لازم يوصل للنقطة للريد، طفل واحد هالكبرة لازم يوصل للنقطة للريد. ماذا بس قاد عاد عبد المهدي؟ بالنسبة لعاد عبد المهدي، ما يمثل مشكلة الشعب العراقي. عاد عبد المهدي محاصر 16 سنة، وهو حمل وزر هاي 16 سنة. نحن ليس بصدد عاد عبد المهدي رئاسة الوزراء، نحن بصدد تغيير قوانين مفوضية، قوانين انتخابات، تغيير الدستور. متى ما تم للشعب ما أراد من تغيير هذه القوانين، هناك سيكون هناك تغيير واضح مع محاسبة الفاسدين، مع محاسبة كل من انتهك المال العام العراقي وانتهك حقوق الشعب العراقي. إذن فمشكلتنا الدستور يجب أن يغير بعض فقراته، ويغير قانون الانتخابات، ويغير قانون المفوضية، وعدم تسيير الأحزاب الأخرى. مصيبة بالكتل الحاكمة، يعني إيه الآن هم لم يعرفوا أو يعرفوا يتغاضوا أن المواطن ماذا يريد. المواطن يريد حكومة بلا محاصرة، حكومة كفاءات، حكومة ما يسمى خارجة من رحم المواطن، يعني عدم انتساب لحزب، عدم تسلم أي مناصب حكومية سابقة في الدورات السابقة. نريد لو مستقيم من داخل العراق، لا يحمل جنسيتين، يحمل هم وطن، يحمل برنامج حكومي رصين متراصن خدمة للمواطن العام، وتنفيذا لكل شروط وكل مطالبات المواطن العراقي. جماعة جاي يسوون كتل، جماعة جاي يطعون
مقترحات وجماعه جاي تلوى كانما هذا الشعب ابدا مو منظارهم. وحتى البرلمان اللاعراق خلنا نسميه البرلمان لحد الان يعقد جلسات ويتحول الى جلسات اخرى، يعني بحيث يفتح جلسه ويحولها الى اسبوع او اسبوعين، يعني ما جاي يشتغل على السرعة الممكنة وعلى طلبات المواطنين في سبيل انهاء هذه الازمة بابسط طرق وباحسن طرق. وعلما مظاهراتنا سلمية ولكن يحاول جر الشعب العراقي الى تظاهرات غير سلمية، ولكن نقول احنا بوجودنا هنا تظاهراتنا سلمية 100%، ونطالب بدم الشهداء، ونطالب كما لدي ملاحظة صغيرة الى الشعب العراقي خصوصا المحاط واسط، لا تتركوا خيامكم، لا تراجعوا الى البيت، اذا تراجعنا فخيانة لدم الشهداء وخيانة للوطن. كما تلاحظون الجماهير العراقية وجميع المحافظات حقيقة خرجوا عن بكرة أبيهم ونصبوا الخيام كما تشاهدونها، وكان مطلبهم واحد فقط، المطلب بدون تسويف، مطلب إعادة هيكلة العملية السياسية برمتها، لأنه لم يجني العراق حقيقة من هذه العملية السياسية الفاشلة إلا الخراب والدمار والفساد وسرقة حتى قوت المواطن وسرقوا حتى أحلام الشعب. لذلك اتفق جميع الشعب على هذا المطلب، ولكن الحمد لله تحقق جزء من المطلب، الجزء اليسير، وهو بإقالة رئيس الوزراء المتمثلة بعادل عبد المهدي. ويتأملنا خيرا بأن هناك سوف يكون استشارة من خلال الشعب باختيار شخصية كفوءة نزيهة بمواصفات كما هي حاليا معرضة المواصفات عرضها المتظاهرون المتمثلة في ساحة التحرير وكذلك ساحات المحافظات الأخرى العراقية المنتفضة والمعتصمة. ونطلب الشخصية أن يكون مستقل، لا ينتمي إلى أي جهة سياسية أو حزبية، لم يشترك بالعملية السياسية من 2003 ليومنا هذا كوزير أو مناصب سيادية. كل هذه مطالبنا كانت واجبة التنفيذ، لكن مع الأسف نلاحظ هناك تسويف من الحكومة ومن البرلمان أيضا بأن يتم اختيار شخصيات يتم انتقائها من سلة المهملات من الأحزاب وكأنها إعادة تدوير إلى النفايات، وكما نسمعه حاليا تم اختيار الشخصية الفلانية وعندما نرجع إلى سيفيه أو تاريخه نجده هو أحد أركان النظام من أحزاب السلطة الحالية الفاسدة، لكن هذا لن يطلع علينا مرة أخرى ولن يتم تمريره هكذا. وكذلك نؤكد على سلمية التظاهرة حاليا في محافظتنا وكذلك جميع المحافظات رغم المحاولات الدنيئة والخسيسة التي قامت بها بعض الميليشيات المحسوبة على السلطة وكذلك الأحزاب الفاسدة المحسوبة على السلطة محاولة بها جر الشباب الواعي وتحويلها من متظاهرات سلمية إلى تظاهرات مسلحة، والحمد لله فشلت وخاب فألهم كل ما حاولوا جرها إلى هذه المحاولة. ونذكر مثال آخر، لأنهم هم يراهنون حاليا يراهنون إلى برودة التظاهرات ولربما سوف يعود المتظاهرون إلى بيوتهم، نقول لهم ونضرب لهم مثال، كنا في بداية الأمر نحن كمثال جامعة واسط أساتذة وموظفين وطلبة نصبنا خيم والخيم كانت مؤجرة، وكنا نتوقع أن هناك أناس شرفاء بالحكومة أنه سوف يستمعون إلى المطالب ويتم تنفيذها بأسرع وقت، لكن لاحظنا التسويف والمماطلة وتمر علينا الأيام وتعرفون هي إيجار. قررنا البارحة نحن ومجموعة أيضا من الشيوخ ومن الأساتذة أن نبدأ بتغيير الخيم وننصب خيم جديدة نشتريها بمالنا الخاص بدل الإيجار، وفعلا بدينا إحنا بها ونصبنا خيم دائمية. إذا لم تنفذ أيضا شهر وشهرين ثقوا بالله متفقين نحول هاي الخيم الدائمية، نحولها ونجيب طابوق ونجيب اسمنت ونبنيه هنا وتبقى سلمية لأنها بدأت سلمية وحاليا سلمية وستبقى سلمية شهر شهرين ثلاثة ستة سنة نبقى سلميين. ورغم محاولات الأحزاب الفاشلة بتحويلها من سلمية إلى مسلحة نقول لهم لن يحدث ذلك لأنه كل الشباب واعي والحمد لله والشكر. حقيقة هو مو بس مشكلة واحدة، إنه هسه حاليا منه يصير أكو بعض الاختيالات وكذلك بعض الاندساس من الأحزاب يدخلون إلى التظاهرات ويبدون بعمل الفوضى وينسبونها مع الأسف إلى المتظاهرين الشرفاء. الشعب واعي
ويعرف كل الزين من لجانكم السابقة اللي صارها 5 سنين و6 سنين يشكلوها، يشكلون لجنة لجان من نفس المجرمين نفسهم تشكل. يعني مثلا اللجنة اللي شكلت على شهداء شهداء الجسر الناصرية سمعنا عنها، اللجان اللي شكلت على تظاهرات ساحة التحرير ومن ضمنها جريمة الوثبة التي قامت بها الجهات المعروفة واللي حاولوا يسووها المتظاهرين السلميين، وكذلك أيضا هنا حدثت في 11 وغيرها لجان كثيرة. أين النتائج؟ أين النتائج؟ لذلك الشعب حقيقة وعى وكشف القضية. إحنا حاليا نريد حكومة تنتزع انتزاع ويرضى بها كل الشعب العراقي من ساحات التظاهر هذه وساحات تظاهر جميع المحافظات بشخصية يقتنع بها الجميع. يلا بذيك الساعة نقول لك إيه والله احتمال هاي الخيام تزعزع، وإلا أخذوها حكاية. أنا أحد المتظاهرين، لا قيادي بالتظاهرات ولا أدعي بالتظاهرات، وإنما حالي حال الموجودين هنا قاعد بالتظاهرات. أنقلكم إياها رسالة عن الجميع، أي خيمة ما تنشال إذا ما تتحقق الطلبات، لربما تكتلون تصفون، والحمد لله والشكر شباب نسمع بهم وهو يجون يبدون يهددون يبدون كذا. أقول لك إحنا رقابنا هاي خدمنا هذا العراق إن شاء الله، تقطعون تكتلون تذبحون شو تسوون تسوون سووا. هدفنا واحد، إحنا من جينا نصبنا هاي الخيم لو نطلع من عتها جنايز، لو نطلع من عتها الأهداف والمطالبات متحققة، غيرها ما نقدر. إذا ما بادروا بقانون الانتخابي راح تبين تسويفهم، أما ترشيح رئيس وزراء آخر ينوب عن عادل عبد المهدي تسويتهم، يعني هم أصلا مرفوضين، البرلمان كله مرفوض، إذا كيف يرشح لي واحد شخص؟ هذا الشيء مرفوض جملة وتفصيلة. وأي رئيس وزراء يأتي بعد عادل عبد المهدي من خلال البرلمان أو الكتل السياسية والحزبية الموجودة هذا مرفوض مرفوض، هذا تسويف. المثقفين القانونيين الناشطين المظاهرين المعتصمين بصورة عامة السلميين هذول كلهم طالبوا عدم تسويف المطالب. طبعا بالنسبة لمقتل العراقيين والآلاف اللي وقعت من شهداء ومن كذا، احنا ثورتنا بيضاء سلمية، بس الظاهر بعض المتشبثين بالحكم وبعض الجهات الأطراف مثل ما سموه الطرف الثالث أو ما أعرف شو يسمونه، كل ساعة يسمونه باسم، هذا واضح للناس وهذا الكذا، هذا التشبث بالسلطة يؤدي إلى خروج مجموعات تابعة للسلطة وتابعة لغير السلطة، قتل وإرهاب وخطف للناشطين وللإعلاميين، كتب الأفواه، هذا بعد ما ينجح كل ما زادوا كل ما زاد العدد كل ما زاد المثقفين. نرجع نشوف طبقة كلها مثقفة، خريجين عاملين ناشطين طلبة، كل موجود كل موجود. فإذا تريد تعبرون هاي الشغلات على ناس جهلة، ماكو جهلة هنا، أنا بعد الشعب العراقي كله واعي، شباب يخبر كله واعي كله مثقف يعرف جاي شي يصير. فكل ما يزيدون من البطش راح يزيد العدد وراح يزيد إصرارهم. جاي نشوف ليل نهار اعتصامات، ليل نهار سلمية، مثقفين خريجين شباب، حتى ما عنده شهادة ترى أكثر واعي من يمكم، وعي سياسي ووعي مجتمعي. ادعت الحكومة قتل الشباب العراقي الثوار في الساحات هي من قبل الطرف الثالث. نريد أن نعرف من هو الطرف الثالث، من هو الطرف الثالث الذي يقتل الشباب العراقي الثائر في ساحات الحرب. لن ترهبنا الاغتيالات والخطف والتغييب بأي شيء من وبأي شكل من الأشكال. الشباب الثائر مستمرون بثورتنا السلمية حتى النصر، لن يستسلم الشعب مصر
على أن ينال حقوقه المشروعة بكل سلمية، ومستمرون بسلميتنا حتى تحقيق النصر الكامل وإرجاع حقوقنا التي سلبت من الفاسدين. أكيد هو الطرف الثالث، هو خاص أو قريب من الحكومة، كون الثورة هي ضد الفساد، وأكيد أن يكون الطرف الثالث من جانب الفاسدين. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناتكم على إتاحة هذه الفرصة. راح يبقى الشعب ثابت، الشعب من 15 سنة وهو صابر على هاي الحكومات المتعاقبة، ما يستطيع أي أحد أن يوقف هاي المظاهرات العارمة، وهاي المظاهرات تزدها الشعب الواعي وكذلك كافة الفئات من المعلمين والمدرسين ومن كافة الكتل التي لها ثقافة عالية إضافة للمجتمع الجماهيري. لم يستطيع أحد بالقوة أن يقمع هذه المظاهرات، فهذه المظاهرات واعية. بعد إقالة عبد المهدي احنا ندور لنا على شخصية ان شاء الله تخرج من رحم الشعب العراقي، والشعب العراقي طبعا جميعا من الشمال للجنوب، احنا اهل الغربية واهل الشمال هم ويانا، لكن ايضا ما مخليهم حكوماتهم والمتعصبين والمتحزبين في هذه المناطق ما يخلونهم يطلعون مظاهرات ساعة التحرير، فهم ويانا الشعب كله، كل شعب العراقي هو مؤيد ضد الفاسدين. وما لك، هم ايضا عندهم فاسدين، وكذلك بالمناطق الغربية عندهم فاسدين موجودين، فلذلك هم لهم يوم ان شاء الله ان يقفون مع شعب واسط. مع كل اسف المقتل او استشهاد الشباب، يقولون ان هنالك طرف ثالث، وهذا الطرف الثالث يعني ما هو، هل نزل من السماء؟ يعني هذا الطرف يعني منين جانا؟ هو شيء ضبابي مثلا؟ اكيد اكو هناك ناس تعرف وتذرب هذا الشيء وساكتة عنه، لكن سيأتي يوم إن شاء الله وسيظهر الحق. لا تستطيع حكومة الكشف عن قتلة الشعب العراقي، لكون هنالك دول كبيرة وهناك اخطبوط بالعالم يسيطر على هاي الحكومة وجاسم على رأس هاي الحكومة. متواجدين هذا اليوم ساحة التظاهرات مدينة الكور، وبدأوا يتداعلون الزخم متواجد. مهما حاولت الحكومة أو راهنت على الوقت وعلى موسم الشتاء على إنهاء التظاهرات هي مخطئة. كلما زادوا إصرارا وتسويفا لمطالب الشعب وعدم الامتثال زدنا إصرارا وعزيمة، وخصوصا ما نسمع والتسريبات عن ترشيح شخصية من داخل القوى السياسية لرئاسة الوزراء. نحن نعرف أن بعد استقالة عبد المهدي يفترض أن يكون مرشح وزراء للمرحلة القادمة اللي راح تكون مرحلة انتقالية، شرط أساسي أن لا يكون من الأحزاب والكتل السياسية اللي إحنا سائرين عليه. فكيف ترشحون شخص؟ نحن شعب نريد رئيس وزراء مستقل وليس مستقيلا. ومثل ما نعرف حالة الاغتيالات والخطف اللي تنام الناشطين والثوار المنتفضين ومنتشرة في بغداد وفي عموم المحافظات، أصبحنا نحن نشعر بعدم الأمان على صحة سلامتنا. أكيد هناك أطراف أخرى تقف وراءها، لذلك نناشد الدولة، أليس من واجبكم يا دولة يا حكومة حماية أبناء الشعب؟ صورة حصر السلاح بيد الدولة حصر، لا يريد سلاحا منفلتا، لا يريد سلاحا منفلتا بيد كائن المكان، ولتخذ قرارا ويحاسب ويسوى. وهذا الشيء في اضرار الى المتظاهرين وفي اساءه لهم، ويفرح مثل ما يقولون ما موجودين من الحكومه. استحاله ان نستسلم، لان هذه الثوره الوحيده، قد خرجت تظاهرات سابقه 2010، لكن هذه التظاهرات محسوبه على جهات سياسيه يصلون الى مبتغاهم وما يريدون ثم يتراجع. هذه ثوره حقيقيه شعبيه بامتياز وعفويه، تمثل الشعب يكمله، تمثل الشعب المنتفض اللي ما شارك في الانتخابات ونسبته 80%. لا ممكن ان يعني باي قوه تزيلها، يعني هل تريد المحكمه بعد مزيدا من بحار الدم؟ الم يكفي 500 شهيد واكثر من 20 جريح؟ ما ممكن ازالتها، الشعب هو الذي بدا والشعب هو الذي ينهيها. اذا امتثلت الحكومه الى مطالب الشعب الحقيقيه التي سمعها العالم باجمعه، لكن الحكومه للاسف ترفض ان تسمعها. على ماذا التسويف؟ على ماذا المماطله؟ لا اعرف ماذا يريدونه. يعني لحد الان من رغم المطالبات، مطالبه الرجال بالضروره معرفة من هي الجهة التي قامت
بقتل أبنائنا الشباب وتشكيل حكومة لمحكمة عادلة، لكن لحد الآن لم نرى نتائج واضحة ظهرت للعيان حتى ممكن الشعب أن يطمئن على ويعرف من قتل أبنائه. رئيس الجمهورية يقول هناك حكومة دولة داخل دولة، هناك شخص وزير دفاع يقول الطرف الثالث، نحن حائرون في زمان. كيف نحن الشعب ماذا نقول؟ من الذي يقتل أبناؤنا وبأي سلاح يقتل؟ ولماذا يقتلون وهم مجرد طالبوا بحقوق بسيطة أقرها المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأكملها؟ وهناك إدانات من كل دول العالم لما يحصل من إبادة شعبية، يعني إبادة جماعية، يعني الحروب ما قدمت هكذا تضحيات. فكيف الحال على تظاهرات سلمية ونحن نقول سلمية ويبقى شعارنا سلمية وفي سوح السلام ونحن ننشد السلام؟ الشعب بأكمله يرفض أن يؤتى برئيس وزراء ليقود المرحلة وهو من أحزابهم ومن كتلهم، محسوب على حزب الدعوة وتبوء وزارتين ومن رجالات الدولة. كيف نثق به؟ كيف نثق وكيف تقدمون لنا وبأي وجه؟ ونحن نريد مواصفات معينة للشخص الذي يقود المرحلة الانتقالية وهي مرحلة صعبة وليست هينة. نريد مستقل. العراق ولاد، العراق مليء بالكفاءات، مليء بالناس اللي عندهم وطنية. لما تحصروها بينكم وبين أحزابكم وكتلكم؟ أنا كل عالم بأكمله يعرف الانتخابات كانت مزورة وحرق صناديق وكانت نسبة التمثيل 17%. ليكون الخيار من 80%، يعني اتركوا مجال لهذا الشعب. ما أعرف أنتم جيتوا تنتقموا من الشعب حولتوها إلى دكتاتورية عوائل، يعني تخلصونا من دكتاتورية فردية اللي تكون هناك دكتاتورية عوائل تحكمنا. الشعب ثائر ضد عملية سياسية فاسدة بامتياز بأكملها. أعطونا مجال هذه المرحلة القادمة يقودها الشباب. منذ شهرين ونحن هنا معتصمين وثائرين في محافظة واسط من كل الطبقات الاجتماعية ومنها الطبقة العشائرية بمشايخها ورجالاتها مع أبنائنا الثوار المطالبة بالحقوق المشروعة لأبناء الشعب العراقي ومنها إقالة الحكومة، وهم يماطلون ويسوفون وبين الحين والآخر اختيار شخصيات من قبلهم. هذا الأمر مرفوض من أبناء الشعب العراقي، ويجب أن يكون رئيس الوزراء حصرا من أبناء الشعب لا غير. أما في خصوص ما نسأل هنا، نسأل الحكومة إن كانت لها قوات أمنية وتكون حكومة مشروعة، من قتل أبناؤنا؟ عمليات الاغتيال وعمليات القتل الجماعي، هم يقولون أن هنالك طرف ثالث يقوم بهذه عمليات القتل. إن كنتم تؤكدون على أن هنالك طرف ثالث اعلنوا عنه، نحن نجب ونستكر هذه الأعمال الإجرامية ونرفضها ومستمرون وباقون إلى أن تتحقق جميع المطالب المشروعة لأبناء الشعب العراقي. نحن نرفض أي قرار من رئيس الجمهورية أو غيره في اختيار شخصية رئيس الوزراء. نقول له ولغيره يجب أن تكون شخصية رئيس الوزراء يجب أن تكون من أبناء الشعب العراقي حصرا لا غير. بعد استقالة عبد المهدي احنا الصراحة جاي نشوف الكتل السياسية لحد الآن ما مستقرة ولا ماخذة قرارها. احنا نريد رئيس وزراء مستقل، رئيس يقود البلد مستقل. كافي مجاملات وكافي طعن بالشباب وحقوق الشباب وحقوق الشعب العراقي بالكامل. احنا كنساء واسط نطالب برئيس مستقل. صراحة رأي الشارع العام عدم القبول برئيس الوزراء محمد السوداني. لحد الآن مصير الشباب الشهداء والجرحى مجهول، ولا نعرف من القاتل ومنه صاحب التوجيهات
ضد الشباب. ثورة الشباب مستمرة ومستحيل إنهاء هذه الثورة الشبابية. الصراحة ثبتت وجودها صار بالخمسين يوم، يوم الشعب العراقي مستمر بالثورة ومستحيل يستسلم إلى أن تحقيق المطالب. مظاهراتنا انتهت تسمية اسم تظاهرة، نحن الآن في ثورة ضد الأحزاب الفاسدة. هذه الثورة تصعيدية، نحن نرى ونتابع الشأن العراقي كثوار في محافظة واصل. الأسماء التي طرحت قبل يومين بالنسبة لرئاسة الوزراء لمحمد الشياع السوداني، هذا الشخص كشخصية عراقية مرفوضة من قبل الشارع العراقي، نحن كثوار نرفضها جملة وتفصيلا، والسبب أنها نابعة من الأحزاب، لأننا كشارع عراقي نعرف من هو محمد الشياع السوداني. هذا الشخص هو تابع لأحد الأحزاب سابقا، وأعلن قبل يومين أو ثلاثة أيام بأنه مستقيم. هذا لا ينطلي على ثوار محافظة واصل. الشعب عندما خرج ومضى شهرين على خروجه من أجل تحقيق مطالب مشروعة، خرج من أجلها الشعب. هذه المطالب كما يدعي البعض مطالب يحاول تسويفها والمواطنة بها، نقول له كلا، نحن شعب شجاع وليس جبان. هؤلاء أبناء الشعب العراقي شعب شجاع يحاول تغيير الواقع المرير الذي عانى منه طوال 16 عام. نحن نريد تغيير نظام سياسي بني على باطل. هذا النظام تغييره بدأ بالخطوة الأولى وهي تغيير رئاسة الوزراء، هذه الخطوة الأولى. الخطوة التي تليها تشريع قانون انتخابي عادل ومنصف يحقق ويبني لبناء دولة صحيحة مبنية على أسس صحيحة وليست على أسس المحاصصة التي ابتلى بها الشعب العراقي. ثانيا مفوضية مستقلة للانتخابات والتهيئ لانتخابات مبكرة تضمن حق الناخب العراقي وحق الصوت العراقي لترشيح أصوات وكفاءات عراقية تقود هذا البلد للمرحلة القادمة. التصعيد، تصعيدنا لن يأتي بالقوة، كلما حاولوا ترهيبنا بالقوة نحن نقول لهم سلميتنا ستنتصر عليكم، مستمرون بالسلمية. هذه الثورة بيضاء وستبقى بيضاء إلى آخر نفس وحتى تغيير النظام السياسي في العراق. بالنسبة لاستقالة عادل عبد المهدي بالنسبة للعراقيين لا تقدم ولا تأخر، لأنه هذا الرجل عاند من البداية وبقى واستمر وأصبح عليه الضغط كبير جدا، يلا استقال. الأسلحة اللي قتلت المتظاهرين معروفة والحمد لله والشكر، مو وجهة مخفية، السيطرات موجودة اللي دخلت منها الأسلحة، والسيطرات مالت الدولة، وتدخل سيارات لأحزاب يعني دفاع رباعية الدفع متسلحة بأسلحة بيكيسي وأسلحة رشاش وتقتل بالمواطنين وتطلع دون علم الدولة، هذا ما يجوز. لا خوف من الاغتيالات، الحمد لله والشكر، احنا ما طلعنا ساحات التظاهر عرفنا ورانا القتل والذبح والتجريم، ولكن كلما زادوا قتلا زدنا إصرارا وعنادا، ويبقى العراق عالي والحمد لله والشكر. تظاهرين سلميين وسلميتهم هو العلم والصوت، ولكن كلما زادوا قتلا زدنا إصرارا، وكلما طرقوا على الحديد يكون هناك رد فعل أقوى. الحمد لله والشكر نحن باقين مهما كلف الأمر، وهذا البلد لازم نصفي من الرؤوس الكبار الذي أطاحت بالبلد إلى الحضيض، ولا يتراجع العراقي يتقدم. لما أجينا هذا المكان حسبنا كل حساب، لا نخاف من القتل ولا نخاف من وإنما إصرارا على أن يكون بلدنا بلد شهم وعالي ومرفوع الرأس لكل العراقيين. من هذا المكان من ساحة تظاهرات واسط نقول إلى عصابات الخضراء وليس حكومة الخضراء المنتهية شرعيتها، طبعا ماكو حكومة بقت بالعراق، لأن دماء الشعب العراقي جاي يسيل وجاي يروح حدرا في ظل هذه الحكومة الفاشلة والأحزاب الفاشلة التي دمرت العراق طلت هذه السنوات
لن يراهنوا على دمائنا. سوف نحن انتصرنا بدمائنا التي نزلت في الأرض. سوف نبقى في هذه الساحة، سوف نبني خيم، سوف نبني بيوت، ونبقى حتى إثبات آخر، حتى نزول آخر قطرة من دمائنا. إحنا نضحي بدمائنا وما نعوف الوطن وما نترك وطننا حتى نزيل دول الفاسدين الموجودين القمة، هذه القمة الموجودة في المنطقة الغبراء، السياسيين القتلة الفاشلين، وهم عبارة عن عصابات تابعة لذيول إيران ومن لف لفهم. أبد من الزحزح من المكان مالتنا، يعني متظاهراتنا سلمية، ولا يدزون عصابات مالتهم يضربون سكاكين يضربون أمواس قاتلة وغيره. يعني إحنا من الزحزح من هذا المكان، وخلي يستخدمون يعني أنواع الأساليب، يعني منعوا ساحة التظاهرات إلى حتى لو بعد فتسنة، يعني إحنا نبقى بهاي الساحة ومنعوفها ونموت نضحي من أجل وطننا ومنعوف وطننا أبد. يعني جاي يستخدمون هواي أسلحة، وجاي يستخدمون إشاعات مقرضة ضد المتظاهرين، وجاي يعني هم إيش خلوا شنو، يعني هم نفس داعش، يعني هم يعني إيش خلوا بعد براهم، يعني هم صاروا عبارة عن عصابات دمروا العراق صار لهم 16 سنة، وهسا آخر شيء ورا هذا الدمار مالتهم إنه هم ولدوا عصابات بالعراق ودمروا العراق وصلوا إلى هذه النتيجة، وخلوا الشعب يثور عليهم ويطلع عليهم، لأنهم ما يحبون وطنهم ولا يحترمون وطنهم، وتابعين ذيول. وجاي يقول لهم الشعب أطلعوا، شعب ما يريدكم، شعب كافي إلى متى؟ يعني كل السياسيين أطلعوا. وأكفت فقرة ثانية، يعني الشعب هو طال عليه، قالت عادل عبد المهدي أنت تجيب السوداني، والسودان هو من ضمن حكومة فاشلة ومن ضمن أحكام فاشلة دمرت العراق. يعني شنو لهالدرجة أنت مستهين بشعب هذا الشعب القاعد بالشوارع حتى يزيلك من هذا من العراق؟ دمرت العراق، أذيت العراق، أنا إيش خليت بالعراق؟ كل المسؤول هي الحكومة وعصابات الحكومة الفاشلة، لأن مع الأسف تحولت من حكومة إلى عصابات. يعني هاي مو حكومة، حكومة اللي تدمر شعبها، وحكومة اللي تأذي شعبها، وحكومة تقتل الشباب العزل طالعين حتى يرجعون حقهم ويثبتون شرعية وطنهم بهذا الوطن الجريح، جاي يقتلوه واستخدموا ويا أنواع الأساليب. يعني شنو خلوا براهم بعد؟ شعب يقول لكم ما أريدكم، أنتوا من تلبين بالسلطة؟ يعني شنو الشعب؟ أنتوا حكومة ما عندكم كرامة؟ شعب، وثاني شيء أنت بالنسبة للمحافظ واسط، شعبك جاي يقول لك ما أريدك، شعب ما يريدك، اطلع يا اخي. شنو مكلب انت؟ انت من يديرك؟ يعني من يديرك؟ احزاب انتهت، لا بالمحافظات ولا ببغداد ولا بغير مكان، احزاب انتهت، من جاي يديرك؟ يعني انت عندك نيه بداخلك انه انت ترجع تدير محافظه؟ مستحيل، هذا الشيء ما يصير. لو على جثث المواطن العراقي، لو على جثث المتظاهرين، اي واحد حكم بالمرحله السابقه وهي المرحله الفاشله التي دمرت العراق، انه ما يرجع بعد ولا يحكم العراق ولا على اي مكان. الباع العراق ما له مكان بالعراق، اي شخص باع العراق ما له مكان بالعراق. اني اسير مع الثورة، أنا أسير مع العراق. مسيرة العراق لا تنتهي إلا بتحقيق المطالب. حالياً الوضع أصعب من البداية، بس إحنا نرجع ونقول إحنا مع الثورة، إحنا مع التحرير. مهما كانت الأيام ومهما مضت الليالي ومهما حدث، لا ننثني ولا ننلوي ولا نكسر ولا نهزم، نحن مع العراق. استقالة عادل عبد المهدي اللي نعرف بيها هو مو حبا بالشعب ولا حبا بالمرجعية، استقال لغاية ما، شلون من احنا نقول لغاية ما في نفسي يعقوب، الغاية مالته نعرفها. ما نخلي الحزب أو أي حزب بالعراق يكون بالسلطة. احنا من طلعنا تظاهرات وطلعنا ثورة وطلعنا انتفاضات وطلعنا مسيرة وطلعنا للتحرير، كان بنيتنا نمحي الفساد بالدولة. الفساد بالدولة هم نفسهم البرلمانيين، ف
فما معقولة يعني احنا نطلع ايام وليالي ونضحي بالغالي والنفيس، ضحينا بوقتنا، ضحينا بدوامنا، وضحينا بالارواح، الارواح اللي سالت دماها من اجل احياء كلمة العراق، ومن اجل احياء رفعة العراق، ومن اجل استقرار العراق. كنا ماضين بهذا الطريق، ما ننثني ونقول وخلي يسمعون صوتنا، خلي يسمعون صوتنا. كنا واحد، كنا متكاتفين، لا يهمنا جو ولا يهمنا تهديد ولا يهمنا وعيد، المهم اللي عندنا اللي ببالنا احنا نسويه، اما اللي ببالهم وهم يسعون له لا ما ينفذ، ومطالبهم ما تنفذ، ونظل بساحات التواجد، نظل بساحات الاعتصام، ونظل بتظاهراتنا ومسيراتنا الى ان تتحقق مطالبنا. مطالبنا هي ازالة الاحزاب وازالة التكتلات وازالة كل فاسد من ارض العراق وكل عميل وكل خائن. اوجه لهم كلمة، من يوم 25 لحد الان اني بتظاهرات، مو بس اني، هاي الاف مئات، نقول كنا رهن إشارة العراق، وكنا للتحرير، وكنا راح نحرر العراق، وما نخلي أي برلماني بالسلطة يوهمون نفسهم أنهم يصيرون. إحنا بيدنا السلطة، السلطة بيد الشعب. بالنسبة للدوام، الدوام إحنا عندنا الكود تكفي، على الرغم من وجود 16 وحدة إدارية بمحافظة واسط، الكود مكفية وموافية وأهلها وبناسها، وعلى الرغم من الأجواء وهذا اليوم الجو الماطر والضباب والها، إحنا ساحات الاحتصام، ساحات التواجد، نطالب بالإصلاح ونطالب بالتحرير. لن يستسلم الشعب ولن ترمى مطالبنا وراء ظهورنا، مطالبنا أمامنا، ولن ننهي الثورة إلا بتحقيق تلك المطالب، المطالب إزالة الأحزاب والتكتلات وإزالة كل ما هو مخرب للعراق. هذه الجموع التي تشاهدها في مدينة الكود لم تأخذ في بالها ولا في حسبانها الخوف من أي اغتيالات. سمعنا هنالك في محافظة بغداد اغتيالات للناشطين المدنيين وللمثقفين وللإعلاميين، وحتى ناشط من أبناء واسط في بغداد تم اغتياله، لكن هذا الشيء لم يخف أبناء مدينتنا قط. أسلحة متنوعة استخدمها المتسوسين التابعين للأحزاب الذين نسميهم بين قوسين الذيول، سكاكين وآلات جارحة، هذا الشيء لا يعنينا بشيء ولا يخيفنا أبدا. هذا هو أسلوب الحكومة المتبع ضد الشعب حتى يبعدوا هذا الشيء عنهم، يقولون هنالك طرف ثالث وهنالك طرف رابع وما شابه، في الحقيقة لا يوجد أي طرف سوى الحكومة. للأسف ديدن الحكومة على مدى 16 عاما عندما تولوا الحكم وعندما اعتلوا هذه المناصب قاموا بتأسيس عصابات وميليشيات وقحة وقذرة جدا غير منضبطة لا تبالي بالشعب العراقي، ولم يكونوا عراقيين بالأصل بل هم أعداء للعراقيين. لا أنا أشك أنهم عراقيين، في الحقيقة العراقي لا يقتل والعراقي لا يسرق والعراقي لا يخرب، العراقي بناء، العراقي شريف، العراقي مثقف، العراقي هو منهاج لكل العالم. أما هذه التصرفات الغير منضبطة فنحن لا نمت لها ولا هم صلة ولا لنا صلة بهم أبدا. أضحوكة جديدة قامت بها الحكومة وهي بالمجيء بأحد النواب الذي قال أنني قدمت استقالتي وسأمثل الشعب. هذا المشهد التمثيلي المين لا يعبر على العراقيين، العراقيين الآن الشعب كله أصبح شعب واعي ومثقف، وأي تمثيلية وأي مشهد مسرحي من المشاهد التي يقوم بها الحكومة لا تمشي على الشعب العراقي، لأن الشعب العراقي والشعب العراقي أصبح أكثر نضجا وأصبح أكثر وعيا، وهذه الأشياء لا تمت له ولا تصل إليه ولا تمشي عليه أبداً.